حرق نهار الحد مع ثلاثة الصباح مع الفجير وقسم ضربة وبيناتهم والحجار هنا والجناوة وشعلوا العافية بعياتهم وبقات ضربة هنايا وخرج ما خرجوهم راه مليهم عطوا درجات القوة والعسكر وداك الشيء وخرجوا من هنا والدو اخرين مضروبين اللي تضرب اللي مشى للسبيطار مشى واللي مات مات. توفى شي واحد انا ما كنتش انا ولا كنت عارف انا القضيه اللي كاينه لان من قبل من كانوا ثلاثه المضربات يضربوا هاد السيمانه نضربوا هنا ثلاثه المرات بيناتهم ولكن الشفاره كيتخلطوا معاهم واللي كنت مروان ولاو كيجريسوا عباد الله هنا احنا كنشوفوا من النهار اللي دخلوا كنشوفوا الديكور اللي كيوقع هنايا راه الدريات كيدخلوا الدريات ديال عباد الله يدخلوهم انا نقول لكم كاين الفاني ديال الشغله كاين المصيبه الكحله اللي داخل عندهم راه داكشي الفلوس اللي دوروهم ما دورناش احنا ولاد البلاد هنا حبسينهم دابا راه القوه كاينه دابا القوه كاينه لا تعيد القوه راه غيدخلوا لتما غيرجعوا لتما وغيرجع نفس المشكل الشانطي هنا هجموا عليه هنا هجموا على بعضياتهم وواحد المره كتصور ما هنا خدام كيقتلوا بعضياتهم كاين عاقتل عابيناتهم ما كاين حتى شي واحد وهما راهم ساخط هما راهم مساخط خرجوهم دابا راه فين ما بقى حتى شي واحد ونطلبوا مع الله الله يبعدهم منا راه على الريحه ديالهم والله قتلتنا عارف الله والله حتى قتلتنا عارف الله انا راه الطاكسي ديالي ها هو والله الا قتلتنا الريحه ديالهم وهذا الشيء اللي يجعل الله يجعل ربي يدير شي تاول ديال الخير بيان سير كيعاني الناس ما بقاش كتقدر توقف حدا المحطه بالبول وبالخنز الرائحه ديالهم وبهره محطه هذه حنا كنراهنوا على مع 10 مليون سائح في العام والسائح غادي يجي يشوف عندك بحال الحالات كاينه كارثه وكاين بزاف الحوايج هنا الشريفيه سمادي كاين دريات 15 عام 14 عام راه دريات حاملات 8 والدات دريه اي واحد نتقبل انا ويا هذه الهضره هذه دريات 14 عام 15 عام البزنات حاط 8 لا حاط ثلاث دريات عريانين حداه وجوج بوديزات ديال الدوليو والشراب والحشيش والغبره دايره تما ها شي فور طاكسي وتنشوف داك الشيء راه ثلاث سنين وانا هنا دريه مع بزناز هنايا هربت لي تبعها تيضربها قدامنا حنا وقال لها بوسي لي رجلي طيح لي على رجلي بوسيها واللي جابوا يفكو يلوحوا بزناز هنا منهم هما كل شيء منهم هما اللي ما بغاش ياكلوا الخبز ويريحوه الحمد لله ويشكروه واحد الحاله يرتلي هذه الباطيمات راه ما حلوش راجل فوق القنطره راه واحد الحاله يرتليها ما تشويش فيها وهنا البوالات والخنوزات والكريساج بالليل السي ولا من جال العيل برجل الجامع مع الفجر قال لك تلقاو لي وكشطوا لي داو لي 4000 ريال وطاقيتو والتليفون ديالو هما كان طالع هنا فوق المحطه ديز باساجي جاب التليفون عادي صور تما والله الا تبعوا دردكو حتى ستاسيون حيدوا لي التليفون ديالو وداو ليه دخلوا لداخل ديك انا اساس انهم يسحبوا التصاور ويرجعوا لي التليفون ديالو داو ليه لقيت اللي بغا يدخلوا الدراري انهم يشوفوا الدري اللي يدخل تما لداخل لقى انه مشكله كانوا بغا يسحموا عندنا لداخل قال لك ما تدخلش عندنا لداخل ولقيت اللي دخلنا تما لداخل واحد لقيت شفنا واحد مرة تما راه تخلعيا تما راه واحد العالم اخر واش نقول لك تبزنيت بالعلاني القمره بالعلاني صور على دابا راه صورتي لداخل كاين صال دي جو دايرين تما طارق عليهم واش صال دي جو وسط التيران ما بقاش بغا يرتاحوا ويسكنوا وعفنهم ريحتهم خانزه هنا راه وصلت للشانطي والله لدسي من هنا ما بغا تقطعي كدوزي مال ليه باش ما تشميش الريحه وهما الا جيت تهضر ما كيقول لك ديالنا ارض ديالنا حنا اللي حنا بلاصتنا هذه والله الا دخلتي لها دخل يتعداو عليك